استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر عددا من أفراد العائلة الملكة الكريمة وعددا من المسؤولين بالمملكة. وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تسخر به مملكة البحرين من كفاءات وطنية أثرت مسيرة التنمية والتطوير في المملكة، وكانت المحركات الرئيسية التي تستند عليها الحكومة في مسيرة النهضة والتطور، لافتا سموه إلى أن منظمات العالم رصدت وأدركت التطور الذي تشهده مملكة البحرين الذي قوامه كفاءة العنصر البشري، لذا نرى التكريم يتوالى على أبناء البحرين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وهو ما يبعث على الفخر والاعتزاز لدى كل بحريني. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الحكومة مستمرة في تبني كافة المبادرات الخلاقة التي تدفع بمسيرة التنمية البشرية قدما نحو مزيد من التطوير، فالحكومة لديها إيمان راسخ بأن المواطن البحريني هو الثروة الحقيقية لهذا الوطن، وبجهده وفكره وعزم الحكومة ستتحول كافة التحديات إلى عناصر محفزة على مزيد من الإنجاز والتميز.